موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع جمهورية صربيا في جميع المجالات، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل كبير بين البلدين. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس جمهورية صربيا بقصر الاتحادية على هامش زيارته الحالية لمصر. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أن مصر تثمن التقاليد الثرية والتاريخ العريق لشعب صربيا، وتتطلع إلى مشاركة التجارب المختلفة وتبادل الخبرات لصالح تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في ظل العلاقات التي تشهد زخما متصاعدا منذ زيارة الرئيس السيسي التاريخية للصربيا. السادات والسادة، على الصعيد الدولي تناولت المباحثات تبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كما تناولنا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة، حيث أكدت الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بجميع صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. كما تطرقنا إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، حيث أكدنا أهمية الدور الصربي في إرساء الاستقرار وتعزيز التعاون بهذه المنطقة في ظل دور صربيا البارز لتفعيل مبادرة البلقان المفتوح، بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ لقواعد الاستقرار الإقليمي. فخامة الرئيس، ختاما أود أن أعرب مجددا عن سعادتي باستقبالكم في بلادنا، وتمنيا لفخامتكم ووفدكم المرافق إقامة طيبة في بلدكم الثاني مصر، وتطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا، بما يساهم في تعميق علاقات التعاون وتوديد أواصر الصداقة الممتدة التي تجمع شعبينا وبلدينا. كما أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بزيارة المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، وأعربت السيدة انتصار السيسي في تدوين لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع من ساهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد. رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا في زيارتها لمصر، وأضافت السيدة انتصار السيسي في تدوين لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن تلك الزيارة تأتي امتدادا للعلاقات الوطيدة بين البلدين. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس بقطاع غزة المليئة بالنازحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وطلبت مصر في بيان لوزارة الخارجية والهجرة إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزلة والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات. كما أكدت مصر أن تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخزن.
أوضح الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية تفعيل دور الهيئة في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لا سيما في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للنهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال تفقده المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمتابعة سير العمل بالهيئة.